ملامح مباراة بكرة. قالوا بالظبط احنا خلاص ما عادش في وقت للكلام دلوقتي، احنا عندنا مباراة بكرة مهمة جدا. الشوط الأولاني خلص واحنا عارفين المباراة صعبة جدا، بس ان شاء الله بكرة ان شاء الله زي ما الكوتش قال الجمهور بتاعنا موجود بكرة والدعم لينا في المباراة، وان شاء الله نرجع منصورين ونصعد ان شاء الله للنهائي. أكيد طبعا اللعيبة متعودة على الضغط ده، والفترة اللي فاتت احنا بقالنا فترة كبيرة نلعب في البطولات، عندنا بطولات كتير، واللعيبة متعودة على الضغط ده والوقت الصعب اللي احنا فيه، يعني هي متعودة على الضغوط دي. وطبعا احنا بنلعب في وسط جمهورنا بنلعب في ملعبنا، دي بالنسبة لنا قوة كبيرة جدا. أكيد طبعا خلاص يعني ما احنا دلوقتي مفيش وقت للكلام خالص، احنا دلوقتي عندنا النهارده تمرين، نركز في التمرين والمباراة بكرة، ومركز بس عندنا هو هدف واحد بس اللي احنا نصعد للنهائي بس. سيد الجماهير خلاص الكوتش قالها ان احنا مبسوطين جدا ان هم موجودين بكرة، يعني الملعب كله يعني متقفل بكرة ان شاء الله، وهيدينا قوة كبيرة جدا في الملعب وبيدينا ثقة جدا للعيبة. طبعا هم في ظهرنا على طول، واحنا دايما بنحب نلعب